بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه حلقة تحليلية أخرى رقم 46 من مجموعتنا التحليلية أروباكس خارج الصندوق بتاريخ 27 أكتوبر 2020، وهذه حلقة إن شاء الله بتكون خفيفة ولطيفة، ولكن حبيت إنه أشارككم فيها حتى تشوفوا كذب وتضليل الإعلام الصهيوني الكاذب القذر المضلل. هذه الحلقة بعنوان: هل تعرف لماذا سيربح الرئيس ترامب بنسبة عالية جدا يوم 3 نوفمبر؟ هل تعرف لماذا؟ في 4 روابط، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاث، ان شاء الله 4 بكون، يعني يا 3 يا 4، بس بعتقد 4. وشوفهم كلهم صغار وحلوات ومقتطفات، ولكن بتفرجيك وبتوضح لك كيف ماشية الأمور في الولايات المتحدة ومدى تضليل وكذب وقذارة الإعلام الصهيوني المضلل. وبتيجي بتسأل، خلينا يعني كمان علشان إخواننا وأخواتنا الجداد اللي بدأوا يشاركونا بكثرة إن شاء الله الحمد لله بهذه القناة، نشرح الموضوع مرة أخرى بطريقة مختصرة وسريعة. الإعلام الصهيوني يحاول بكل جهده إنه يتخلص من ترامب لسبب واحد فقط، وهذا السبب إنه رئيس ترامب ليس منهم ولا هو من الأشخاص أو الرؤساء العاديين اللي إجوا على الرئاسة الأمريكية المتعاقبين اللي يكونوا من ضمن الدولة العميقة. هذا خارج عن الصندوق نهائيا، وهم غضبانين عليه لأنه الكيان الصهيوني مش قادر يقنعه انه يعمل حرب بواسطة الجيش الامريكي، يعني نيابة عنه، ضد ايران. مش قابل يعمل حروب. هو من اول يوم اجى فيها على الرئاسة حكى لهم بكل صراحة انه اي حرب من اليوم وطالع، اللي بده يحارب يتفضل، احنا منتفرج، ولما تخلص الحرب بجوز نيجي ونخلص على اللي ضايل من الجهتين، تماما زي ما عملوا في حرب إيران والعراق. بس بهذه المرة شخص جايك رجل أعمال وحكاها بكل صراحة، وحكاها هذيك اليوم لبايدن في أثناء المناظرة، قال له: أنا ما دخلت السياسة إلا لأنه لما شفتك أنت وبراك أوباما you failed، ووديتوا البلد في اتجاه لا يحمد عقباه. وهذا صحيح، في عهد أوباما بايدن فتحت حروب لا إلها أول ولا إلها آخر، حوالي 15، إحنا مسميها 15 باكيتس، يعني 15 بؤرة أو 15 جيبة حروب في جميع أنحاء العالم، معظمها في الدول ذات الأغلبية السكانية المسلمة. وبس امبارح أنا في حلقة الأمس نسيت أكمل المعادلة. في معادلة جبرية بتقول لك من هو ألد أعداء الرئيس ترامب؟ الجواب: الإعلام.
الإعلام بحارب ترامب، ومن يملك الإعلام؟ الكيان الصهيوني والصهيونية العالمية، وهذه معروفة. إذن الصهيون بما أنه إعلامهم القذر المضلل بحاربه ليل نهار ومش راضي عن رئاسته، إذن هذه بالتفاضل في المعادلة الجبرية الكيان الصهيوني والصهيونية العالمية غير راضية عن رئاسة الرئيس ترامب، هاي المعادلة الجبرية. اللي بسعاله طول السنين الماضية الكيان الصهيوني والصهيونية العالمية بتفتيت المجتمعات في جميع أنحاء العالم، فإجا هذا ووقف لهم، قال لهم ما فيش تدخل في القرار الأمريكي، خلص enough is enough، كفاية. ومن اليوم الأول كما سبق وحكيت لكم في أكثر من 6 أو 7 أو 8 حلقات إنه أعطاهم إنذار بأنه يعطوه خلال 90 يوم، هذا في أول يوم ما استلم الحكم، إنه يعطوه في خلال 90 يوم خطة مقبولة يقبلها الفلسطينيين للعيش مع بعض بالسلام، وحكى لهم إياها بحبذ إنها تكون على حسب قرار الأمم المتحدة اللي هي العودة إلى حدود 67. رجعوا له بمراوغة ورجعوا له بالمطالب. شو مطالبهم؟ الثوابت الفلسطينية، إنه لازم الفلسطينيين يتخلوا عنها. فخلص عرف انه من مراوغه، هو مش تبع مراوغه، هو تبع واحد، هو رجل اعمال، يا بتعمل يا بتعملش، فيش في برفورمانس. رجال الاعمال عندهم يقاس نجاحهم ويقاس نسبه ارباحهم بالبرفورمانس او يعني بالعمل، بمقدار العمل والإنجازات تبع العمل، في إنجاز في نجاح أو في فشل، بس كله يقاس بالإنجاز. فهذا عنده لازم ننجز، هم ابنهم راوغوا زي ما راوغوا باراك أوباما ومن قبله بيل كلينتون. وإذا بتلاحظون زي ما كنت أحكي لكم دائما، كل ما يجي رئيس ديمقراطي بيعملوا انتخابات مبكرة وبفكوا الحكومة وبيجيبوا نتن ياهو اللي يتصدى للديمقراطيين. لما إجا الرئيس ترامب بذكركم إنه حكيت لكم إياها في عدة حلقات كمان سابقة، إنه لا فكروا انه هذا ريبابليكان، اعلنوا عن انتخابات في شهر اثنين، انه في شهر 2 من عام 2017، بما انه الان اجى رئيس جمهوري ما بيحتاجوش للمراوغه، فاعلنوا عن انتخابات مبكره ورجعوا لها، رجعوا شوفوا انه في نوفمبر 2016 بعد ما عرفوا انه ترامب نجح فورا أعلنوا عن انتخاباتهم العادية بشهر 2 2017. ولكن لما إجا النتن يزوره لترامب وفاجأوا بهذا المطلب إنه بده يحل القضية، قال له ما احنا طمرناها 16 سنة ما حدش يتكلم فيها، 8 سنين في عهد جورج دبليو بوش ما حدا تكلم فيها، و8 سنين في عهد أوباما ما حدش تكلم فيها، راوغنا من أول سنة وطلعنا عن الموضوع. قالوا ماذا اللي جاكم؟ بدكوا تقعدوا بدكوا تجنحوا للسلام. أنا وعدت إنه لازم أحل هاي القضية وبدي أحلها بالمنيح وبالعاطل. لما شافهم تبعون مراوغة شو هو عمل؟ قال لك خلص ما فيش مليون مطالع مفاوضات ومراوغات، ما فيش كذب وتدليس، وفاهم لهم، فصار يفرض عليهم الاشي فرض.
هاي فاضت عليهم واحدة تنتين، وهي الدولة الثالثة ولسه راح يلحقها باثنين وثلاث، بده يخلي كل اللي حواليهم يعطوهم وهم السلام حتى يضربوا في بعض. بدكم تعرفوا قديش بضربوا في بعض؟ لأنه مش لاقيين حدا يحارب عنهم، يحارب العدو الوهمي إيران، ولأنه إيران خلصت مدته وبطل ينفع مع العالم الإسلامي زي ما شرحت لكم امبارح، وإن شاء الله ما حدا أساء فهمي. أحد التوقعات اللي أنا بحب إن إن شاء الله ما تكون صحيحة هو التوقع اللي أعطيتكم إياه بالأمس، إنه بالنسبة لتركيا لما قلت لكم هل هي ممكن تكون مناصرة ومعازرة للشعوب العربية والمسلمة النائمة، قلت لكم لا، بس إن شاء الله يكون هذا خطأ، إن شاء الله يجي ويعني ويقود وينهض الأمة، مش غلط، بس برضو أنتوا لازم تشتغلوا على نفسكم. هو اشتغل على نفسه على شعبه، وعمل من بلده قوة اقتصادية الآن بقولوا عنها السابعة في العالم، أنا بقول عنها الرابعة قوتهم الاقتصادية بعد أمريكا واليابان والصين وألمانيا، الرابعة والخامسة. يعني كل إنسان لازم يشتغل على نفسه. ولكن أنا الآن تيجوا تسألوني يا عمي ليش أنت متحيز لترامب كثير؟ ما هو أعطى القدس وما هو أعطى الجولان وكل شيء قاعد بيعمل لأجل الصهيونية. في رابط اللي بحكي لكم إياه بجيب لكم دليله في الوقت المناسب. في رابط، تفضلوا. اليهود الألترا أرثوذكس الذين لا يؤمنون بقيام دولة يهودية أبدا، تفضلوا. كيف طالعين امبارح راليز وطالعين بكثرة وجايين من جميع أنحاء الولايات المتحدة لبروكلين عشان يعملوا له رالي لترامب وتأييد ترامب. الأولترا أرثوذكس والأرثوذكس اللي هو جوز بنته منهم، جوز بنته مش هو اللي بيخطط وهو الانجينير وبقولهم خدوا خدوا خدوا، بس هو لا يؤمن بقيام دولة يهودية، لأن بقيام الدولة اليهودية فنائهم بالكامل. هو عارف مش راح تقام الدولة اليهودية لسه، لأنه ما ترسمتش حدودها، والكل عارف وأولهم ترامب المدعوم كليا بالإنجيليين، وعشان هيك روحوا على حلقة الإنجيليين والتلموديين والعلاقة الملغومة بينهم، حلقة هيك اسمها، العلاقة الملغومة بين التلموديين، ها مش التوراتيين، ما بين التلموديين والإيفانجليكالز الإنجيليين، روحوا عليها وشوفوا. اللي عمله لحد الآن هو على حسب معتقدات الإنجيليين، ومن أول ما صار يقولوا السلام والأمان، في عندهم آية في الإنجيل تبعها، فيها حلقة كاملة، يعني غطيت حتى تشوف اللي كنت أقوله قبل. من أول ما انطلقت في شهر 6 بدأ يتحقق في شهر 7 و8 و9، لأنه عارف شو اتجاهاته هذا لا وشو تصرفاته وشو اللي مخبي لحد الآن عشان يكسب الجولة الثانية وياخذ كمان 4 سنين حتى يكمل أهدافه ويكمل مهمته، وعارف شو اللي بيقدر يعلن عنه. هو صعب القراءة، يعني الإعلام الصهيوني بنفسه مش قادرين يقرأوه، مش قادرين يتنبؤوه، لأنه هو رجل غير قابل للتنبؤ، حكيتها 20,000 مرة في كل حلقاتي. ولكن أنا إذا أنتوا بتشكوا في إسلامي بكون في عندكم مشكلة، وإذا أنتوا بتشكوا في فلسطينيتي وفي في في تعلقي
وإيماني بقضيتي التي هي قضية الله سبحانه وتعالى للشرفاء من عباده الصالحين. هي كان اعتقادي أن القضية الفلسطينية وهيك يجب أن تقال، ما تقالش لحالها القضية الفلسطينية هي قضية الشرفاء، لا، هي قضية الله للشرفاء من عباده الصالحين، هيك لازم نقولوها. وبعدين بيجي خلال الأيام القادمة والأسابيع القادمة، وخصوصا بعد الانتخابات، بيجي ببلش أقولكم بالضبط ليش هاي العبارة موزونة في محلها. إذا بتشكوا في فلسطينيتي وفي إسلامي، يعني بقدرش بقول أوكي، يعني شو أعمل؟ بقدرش أعمل معكم شيء، هذا حقكم. ولكن أنا كمسلم وكفلسطيني أرى إنه مصلحة المسلمين والفلسطينيين بإعادة انتخاب الرئيس ترامب، وأثبتت ليش هو المفروض. يعني أنا بدي أحكي لكم شغلة، طول عمري بقول لكم إنه كل شيء مسير من الله سبحانه وتعالى، كل شيء بنعمله في حياتنا هو بتدبير ومن أعمال الله سبحانه وتعالى. ومكر الله والله خير الماكرين، إجت في الماضي وجت في المضارع في المستقبل، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لما بقول لك الله خير الماكرين، خير، ركزوا على كلمة خير، هاي مش معناها ذا بست زي ما بترجموها المضللين في الإنجليزي، هذه معناها إنه رد فعله لأفعالهم القبيحة والقذرة، رد فعل الله هو رد فعل خير للعالمين، هذا معناها. تفرجوا على الفيديوهات كلها وشوفوا، شوفوا كم واحد بيطلع لترامب وكم واحد بيطلع لبايدن، شوفوا كيف العمليات اللي احنا بنعملها السرية، حتى مش بس مش انه الاعلام الصهيوني المضلل انه مضلل لحاله، واحنا بنضلله بالزايد كمان، منخليهوش يعرف وين الله حاطه، هيك الشغل معاهم. اللي بده يضلل بدك ترجع ضلاله عليه، تفضلوا بتشوفوا. وإذا بشوف ثلاث تعليقات أو أربع تعليقات بتطلبوا مني كيف مرة وأنا بعمل الموتيفيشن سبيتش من المجموعة اللي برأسها وبقويها من البيس تبعنا، كيف يطلعوا ويساعدوا، كيف يعملوا راليز، وكيف يجمعوا الناس، وكيف ياخذوهم على صناديق الاقتراع ويوصلوهم، خصوصا المسنين وكذا. وإشي اللي بحب يشوفني مرة كيف بعملها على الداشبورد، وبقدرش افرجيكم الداشبورد لانه هذا من الاسرار، لكن بقدر اخليكم تسمعوا كيف انا بوجههم. اذا بتحطوا لي ثلاث تعليقات بخليكم تسمعوا واحدة لايف. هذه بسموها كانفاسينج، يعني بتعمل مع اللجنة التحضيرية للانتخابات للحزب تبعك أو لمن تدعم، تعمل عمل فعلي ومنرتب الأمور، موزع الأدوار. لحد الآن إذا بترجعوا لكل الحلقات اللي أعطيتكم إياها، خصوصا حلقات الكتاب
وحطوا تركيزكم على الأخطبوط وتقطيع أذرعه، سنقطعين كم من ذراع ونرجع لها نقطع الباقي شوي شوي على هو مسيرة الكتاب. ولكن أحد الأذرع المضبوطة لازم تتقطع من الأخطبوط اللي هو الكيان الصهيوني والصهيونية العالمية، ذراع الإمدادات الفلوس، قطعها وبيقطع فيها. فيش ولا بنك صهيوني ولا بنك ولا ناس صهاينة ولا تبعون اللي بتاجوا بالدعارة وبتاجوا بالأعضاء، أعضاء البشر، واللي بتاجوا في المخدرات صار ماسكهم، صار قابض على أموالهم، واللي بغسلوا الأموال. وطلعوا كلهم طلعوا يهود صهاينة. ورجعوا في حلقة وحطيت لكم أسماءهم كلهم هون حتى تتأكدوا إنهم كلهم يهود. ما كانش حد يقدر يسترجي يقرب عليهم من جميع الرؤساء السابقين. ليش؟ لأنهم واقعين كانوا تحت النفوذ الصهيوني. هذا مش واقع تحت النفوذ الصهيوني، مش وبالعكس حكيت لكم في حلقتين قبل هاي الحلقة إنه لما بيتكلم مع نتنياهو بحطه تحت إجره، بتطلع عليه وبقول له اعمل بيعمل. من اخر العمليات اللي فرضها عليه بدون ما يعرف لما استلم النتن التلفون من ترامب وقال له ابعت لي سفيرك للبيت الابيض فورا، في عندي announcement، في عندي اعلان خبر. قال له شو هو؟ قال له اسمعوا على التلفزيون زيك زي غيرك. ما قالوش شو هو. أوبس، ولا بعلن انه في اتفاق تطبيع علاقات ما بين الامارات وما بين الكيان الصهيوني، الاثنين التخموا مش حاكي معهم بالمره. فيش عنده مفاوضات ومراوغه، هذا بعرف ايش، هذا بعرف تنفيذ على طول، هذا رئيس تنفيذي لشركاته. فلما اجى على الرئاسه اشتغل بمركز الرئاسة للولايات المتحدة، اشتغل فيها ونظر لأمريكا كشركة، وهو حط حاله رئيس التنفيذ بده ينفذ. والتنفيذ عنده بتعرفه رجال الأعمال، خلص اعمل وبعدين ناقش في بعض الأحيان. لماذا يحاول الإعلام الصهيوني مضل التخلص منه؟ لأنه مش ماشي على عقل الكيان الصهيوني اللي بيطالبه يدمر إيران. وإذا لو راح، لو إجت هيلاري كلينتون، مش بس إيران كانت مدمرة، كانت المنطقة كلها الشرق الأوسط مدمرة. هذا الله لطف فيكم، كلما أرادوا أن يشعلوا حربا أطفأها الله، صح ولا لا؟ جاب هذا الشخص عشان يطفي الحرب اللي كانت هيلاري كلينتون بدها تسويها نيابة عن الكيان الصهيوني. وهذا اللي راح يعمله. وحكتها مش هو اللي حكاها، مش بايدن اللي حكاها، لأنه بايدن تشيكن، يعني احنا بنسميه تشيكن، يعني جبان، بحكيهاش علني، لأنه بيعملوا بالسر، لأنه مخبثة هذول النوع من الرؤساء اللي واقعين تحت السيطرة والنفوذ الصهيوني. لكن أكبر صهيونية في العالم اللي هي النائبة اللي اختارها لتكون نائبة له في حالة فوزه هي كاميلا هاريس، من أصل هندي. الله سلم شخص زي هذا الحكم وشوف شو بيصير في العالم. هذول أحقد ناس على العالم كله بجميع دياناته وبجميع طوافه وأنواعه واختلاف عروقه وطوافه.
وأنا بقول لكم إذا بيجي بايدن فيش بعد 3 4 أشهر بيدعوا إنه مرض أو هو بيدعي المرض وكذا وبتنازل بعد 3 أشهر، يعني بمسك شهر 1 شهر 4 5 بالكثير بيعلن إنه تعب أو الله بيعملوا له إشي بسمموه ولا كذا بيشيلوه عشان هي تيجي، لأنه هي روحوا على السجل تبعها في 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 السنة في مجلس الشيوخ وشوفوا صهيانتها الواضحة، راح تدمر العالم كله. الكل كان يقول إذا بيجي هذا المجنون ترامب اقرأ على العالم السلام، اضرب الأزرار واطلق الصواريخ ودمر العالم كله. بالعكس، أفضل تخفيف الحروب هو يعني 4 سنين بتكفي لينظف كل اللي عملوه الديمقراطيين في عهد أوباما وبايدن ومن قبله الجمهوريين في عهد بوش الابن. قليل اللي نشروه في العالم، والدمار اللي سووه ونشر الجيوش عشوائيا وإشعال حروب بدون ما يكونوا يعرفوا كيف يخرجوا منها، وهو اللي بيظلوا يحكيها باستمرار فتحوا حروب لا تنتهي. وهذا صح، أنهاها وقاعد بيكنس بشيل بالدوش. وهذا الصح، كل دولة تدخل على وكرها وتهتم بنفسها وأعطوا الدول التانية فرص إنها تنمي. أما نضلكوا تحاربوا وحاربوا ودموا، كل ما بيحاولوا الناس يرفعوا رأسهم تصوه. شو مطصة هي العالم والبشر؟ ولسه مؤامرة ثانية جاية علينا كلنا بالكوفيد، مش عارف ايش اللي سووا لنا اياه، كله هذه من اعمال خبيثة اللي بفكروا فيها الصهاينة للقضاء على من هم مش من عنصرهم. اطلعوا على الفيديوهات وشوفوا كيف الاستراتيجية المتبعة في أحد الفيديوهات من قبل مناصرين ترامب واللي بدهم يصوتوا لترامب، وشوفوا إنه الآن اليهود الأرثوذكس الألترا أرثوذكس طلعوا في خلاف عن جميع اليهود الموجودين في فلوريدا وفي نيويورك بقية نيويورك، وطلعوا يأيدوا ترامب لأنه عارفين مش راح ينشأ دولة يهودية. مزبوط، فكروا طالما إسرائيل ضلت هيك أوكي، بس تقولوا عنها يهودية هذولا يعني مش راضيين. وشوف قديش الآن لما بقول لك إنه لما بتترك اليهود لوحدهم وبتعطيهم طمأنينة وسلام أو شعور بالسلام بذبحوا بعض. اتفضل، قاعدين بيسبوا في الفيديوهات، بيسبوا في بقية اليهود الثانيين اللي بقول عنهم اليهود الصهاينة والخارجين، بعرفوهم بعرفوا بعض. فبدال ما العرب يوجهوا نفسهم على نفسهم، وانت شيعي وانت سني وانت علوي وانت وهابي وانت مش عارف ايش من الفتنة اللي هم زرعوها فيكم وانطلت عليكم، بدل ما بدأ انتو كان الأمة العربية كان جدا سهل عليهم يزرعوا الفتنة في 72 طائفة يهودية، هم 71 أو 72 طائفة موجودين ومصنفين، سكانهم مش كلهم الموجودين الآن في الكيان الصهيوني مش كلهم درجة أولى، في درجة أولى وثانية وثالثة ورابعة على التاسعة، 9 درجات عندهم. وفي عندهم التست اللي اسمه هل أنت يهودي أم لا،
على كل خلينا نخلي هذا فيديو قصير وكويس. كم صار لنا الآن ماشيين؟ صار 30 دقيقة. والله ما عارف كيف صار 30 دقيقة. يلا، لماذا يحاول الإعلام الصهيوني المضلل التخلص من ترامب؟ لأنه ترامب مش ماشي زي ما بدهم، لأنه ما بدوش يحارب نيابة عنهم، يحارب إيران. ولو اجت هيلاري كلينتون وحاربت ايران ودمرتها، بيقولوا لها الان الهدف الثاني يا تركيا يا الباكستان، وبظلوا هيك. لازم ظلوا يخلقوا عدو وهمي، والان قاعدين بحضروا في عدو ثاني غير ايران، لانه بتوقع انه بيجوز من كثر ما هو الاعلام تبعهم نفسه مضللهم. بيعتقدوا مصدقين اعلامهم الكاذب المضلل انه راح تيجي او راح يجي بايدن، وبايدن راح وعدهم انه يقوم بالحرب هاي، وبعد ما يقوم بالحرب هاي يقلب على تركيا. لكن الان تركيا والولايات المتحده بنفس الصف. روحوا على الفيديوهات اللي بحكي لكم عليها وبتكلمكم عن التحالف 4+1. وبعدين بجيكوا بحلقة هذا الأسبوع أفرجيكوا كمان التخبط والعمى وعميان الضوء اللي واقع فيه الاحتلال الصهيوني لما تيجي لموضوع أذربيجان أرمينيا. بدي أفرجيكوا كبار المحللين أو ما يدعوا بأنهم كبار المحللين تبعهم اللي طسطوا الزين ثلاثة عليهم على تحليلاتهم، كيف بتخبطوا ليش احنا مساندين المسلمين اذربيجان ومش واقفين مع المسيحيين الارثوذكس الارمينيين؟ ليش؟ في قاعد بحضر لكم فيها حلقة ممتازة جدا، لما بخلصها بقول لكم عنها سلف وبحط لكم اياها. فتفضل وتعرف ليش، وشوف بنفسك ليش ترامب بإذن الله راح يربح بنسبة عالية جدا، ورايحين نحضر للديمقراطيين وللإعلام الصهيوني كمان تريلا مليانة محارم كلينكس من كثر ما رايحين يبكوا بعد أسبوع إن شاء الله. يلا بكفي، وحتى ألقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إن شاء الله تكون عجبتكم هذه الحلقة. أستودعكم الله.